هل يمكن اعتبار المدارس الجماعاتية برنجات المنقطعين عن الدراسة؟ 2009 مقتطف من خطاب العرش 30 يوليوز. ويشكل الإصلاح القويم لنظام التربية والتعليم والتكوين المسار الحاسم لرفع التحدي التنموي، فعلى الجميع أن يستشعر أن الأمر لا يتعلق بمجرد إصلاح قطاعي، وإنما بمعركة مصيرية لرفع هذا التحدي الحيوي. سبيلنا إلى ذلك الارتقاء بالبحث والابتكار وتأهيل مواردنا البشرية التي هي رصيدنا الأساسي لترسيخ تكافؤ الفرص وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة وتوفير الشغل المنتج لشبابنا. 2008 مقتطف من خطاب العرش 30 يوليوز. وإذا كنا قد وضعنا التعليم في صدارة هذه القطاعات، فلأننا نعتبره المحك الحقيقي لأي إصلاح عميق، ولكي يأخذ إصلاح منظومتنا التربوية سرعته القصوى ووجهته الصحيحة، ندعو الحكومة لحسن تفعيل المخطط الاستعجالي، وسنحرص على ألا يخلف المغرب موعده مع هذا الإصلاح المصيري. لذلك على الجميع أن ينخرط فيه بقوة، فظروف النجاح متوفرة من إرادة حازمة لجلالتنا وتعبئة جماعية لكل المؤسسات والسلطات والفاعلين والتنظيمات. هدفنا الجماعي إعادة الاعتبار وترسيخ الثقة في المدرسة العمومية المغربية كمؤسسة للتنشئة الجماعية على قيم المواطنة الملتزمة وتكريس تكافؤ الفرص. مقتطف من نص الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى 12 أكتوبر 2007. وبموازاة ذلك يتعين إعطاء دفعة قوية لبعض القطاعات قصد الرفع من وتيرة إنجازها وفي صدارتها كسب الرهان الحيوي للإصلاح العميق للتربية والتكوين الذي يتوقف عليه مستقبل الأجيال الحاضرة والصاعدة. وإننا لندعو الحكومة المقبلة لأن تسارع إلى بلورة مخطط استعجالي لتعزيز ما تم تحقيقه وتدارك ما فات من خلال التفعيل الأمثل لمقتضيات الميثاق واعتماد الحلول الشجاعة والناجعة للمعضلات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي، وذلك بتشاور وتنسيق مع المؤسسة الدستورية التمثيلية للمجلس الأعلى للتعليم. وقبل ما تكمل الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدير لايك، حيث هذا بمثابة دعم لنا باش نستمر في نشر المزيد إن شاء الله. عملاً بالتوجيهات الملكية من خلال مجموعة من الخطط في مناسبات مختلفة وفي إطار اهتمام المغرب عبر وزارة التربية الوطنية والتعليم بتنويع مصادر وقنوات التعلم وسعياً لتجويد التعليم، ركزت معظم خطط وبرامج الوزارة المختلفة وعبر مراحلها المتعددة على التلميذ كونه حجر أساس في العملية التربوية والتعليمية. من أجل هذا الشيء انطلقت الوزارة بداية من الموسم الدراسي 2009-2010 تطبيق برنامج لتجاوز المعيقات والحد من الإكراهات في إطار البحث الحثيث لإيجاد حل نهائي لمعضلة التربية والتعليم بالعالم القروي الذي يعاني من اختلالات كبيرة وكثيرة على مستوى التجهيز والبنيات التحتية والموارد البشرية ووضعية السكان. فكان أن شرعت الوزارة في إنشاء وإحداث ما أصبح يعرف بالمركب التربوي أو المدرسة المندمجة أو المدرسة الجماعاتية. أشنو هي هاد المدرسة الجماعاتية؟ وشنو أهدافها؟ واش دار المغرب باش يكتر من العرض ديالو من هاد المؤسسات؟ هل يمكن اعتبار المدارس الجماعاتية برنجات المنقطعين عن الدراسة؟ مواصفات المدرسة الجماعاتية. المدرسة الجماعاتية كتشبه المركب التربوي أو المدرسة المندمجة، جات كبديل تربوي بالعالم القروي كتواجد في منطقة تتوفر فيها كل الشروط الحياتية الضرورية من ماء وكهرباء وتجمع سكني ومستوصف وبريد وسوق. مؤسسة كتوفر على كل المرافق الصحية والحجرات الدراسية والسكن قار للمدرسين وداخلية تؤمن كل شروط الراحة والطمأنينة للتلاميذ والتلميذات، بالإضافة إلى توفير النقل المدرسي. والمدارس الجماعاتية لها تأثير إيجابي فيما يخص تجويد التعلمات بالجماعات المعنية من خلال تجميع الفرعيات والقضاء على الأقسام المشتركة. أش دار المغرب باش يكتر من العرض ديالو من هاد المؤسسات؟
المغرب قرر يشرع في بناء عدد كبير من المدارس الجماعاتية ومراهن على 250 وحدة مدرسية رغم التكلفة الكبيرة لهذا المشروع. ولذلك أيضا قرر البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي دعم جهود المغرب بهذا الخصوص، المساهمة في تمويل برنامج بناء 150 مدرسة جماعاتية بالمناطق القروية. وخد المغرب قرضا قيمته أزيد من مليار درهم، وزيد عليها تمويل قدمته المفوضية الأوروبية قيمته 250 مليون درهم، كتشمل منحة استثمارية قدرها 14 مليون أورو ومساعدة تقنية قدرها 9.3 مليون أورو لمواكبة تنفيذ المشروع. وهذا الدعم كيندرج في إطار تنزيل مقتضيات إصلاح قطاع التربية والبرنامج الحكومية ودعم الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية من أجل مدرسة عمومية ذات جودة تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص. وهذا الدعم كيرتكز على النموذج المبتكر للمدارس الجماعاتية التي تم إرسائها بالمغرب، علاوة على سعيه إلى تعزيز العدالة المجالية والرفع من نسب التمدرس وتحسين جودة التعلمات. هذا البرنامج غيساهم في تقليل مما يسمى الفرعيات اللي كتفتقر إلى أبسط ظروف العمل، وتجميعها في مدارس جماعاتية كتوفر فيها كل شروط التي يحتاجها المتعلم والمدرس على حد سواء. الغايات والأهداف الأساسية من المدرسة الجماعاتية: تسعى المدرسة الجماعاتية إلى تحقيق ما يلي: تصحيح وتلميع صورة المدرسة كمؤسسة اجتماعية في أذهان السكان وثقافتهم، رد الاعتبار للمدرسة، تجميع تلميذ المستوى الواحد في الفصل الواحد لتفادي الأقسام المتعددة المستويات، الحد من الهدر المادي البشري المدرسي الزماني، ترشيد الموارد البشرية وضمان استقرار الأساتذة في ظروف أفضل، ومراكز حضرية وشبه حضرية مجهزة توفر فرص التواصل والترفيه والتسويق، والحد من عزلتهم الدافعة إلى غيابهم، تربية المتعلم على الاعتماد على النفس وتنشئة داخل الجماعة، توفير ظروف ولوج الوسائل المعلوماتية، إشراك الساكنة في تدبير وتسيير شؤون المدرسة عن قرب، تتبع المسار التربوي والتعليمي للمتعلمين. هل يمكن اعتبار المدارس الجماعاتية برنجات منقطعين عن الدراسة؟ إتاحة فرصة تعليم لتلاميذ طالهم الحرمان بالمناطق النائية المهمشة، ربح جودة التعلمات من خلال استقرار الأساتذة والحضور الفعلي للتلاميذ، إبداع فضاء منفتح على المحيط السوسيو ثقافي من أجل كسب تعلمات مدنية فاعلة للتلميذ والمحيط، تسهيل عملية المراقبة وتأطير المدرسين وحل معضلة إعادة الانتشار بشكل نهائي بالقضاء على الخصاص بالبوادية، تشجيع تمدرس الفتاة بالوسط القروي، تمكين التلاميذ من الاستفادة من التنشيط الرياضي والثقافي والتأطير الصحي، وتوفير خدمات الإطعام والدعم التربوي والاجتماعي، استغلال الوحدات المدرسية المهجورة الفرعيات بتوظيفها في التعليم الأولي والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني والساكنة. فالمدرسة الجماعاتية إذن تسمح بتجميع تلاميذ المستوى الواحد في الفصل الواحد، وتجنب الأقسام المتعددة المستويات الأقسام المشتركة، وترشيد الموارد البشرية، وضمان استقرار الأساتذة في ظروف أفضل في مراكز حضرية أو شبه حضرية مجهزة، وتوفر فرص التواصل والترفيه والتسويق والحد من غيابه، سهولة مراقبة وتأطير عمل المدرسين وحل معضلة إعادة الانتشار بشكل نهائي بالقضاء على إشكالية الخصاص بالبوادي والفائض بالمدن، استفادة التلاميذ من التنشيط الرياضي والثقافي والتأطير الصحي، وتوفير خدمات الإطعام والأدوات المدرسية المجانية، الرفع من مستوى التلاميذ التحصيلي بتنظيم دروس الدعم للفئات المتعثرة، تجنب الهدر المدرسي بإقبال تلاميذ على المدرسة والقضاء على عوائق تعليم الفتيات، وتقضي على الهدر بكل تجلياته وأنواعه مع تحقيق تكافؤ الفرص أمام التلاميذ القرويين الذين يعانون من ضغط الظروف الطبيعية القاسية ومتطلبات الحياة اليومية الذين ينحدرون من الأسر المعوزة. توفر التغذية المتوازنة والإيواء والفضاء المناسب لملاقاة الزملاء والأصدقاء واللعب فيما بينهم أثناء أوقات الفراغ. وبذلك فإن المدرسة الجماعاتية نواة لكل إصلاح وفضاء الملائمة التربوية والتكوين للحاجات المحلية والجهوية،
وفتح المجال للمبادرات البناءة والطاقات التربوية المحلية للانخراط في خلق دينامية جديدة وإعطاء فعالية للأداء التربوي من أجل الرفع من جودة التربية والتكوين التي أضحت مطلباً ضرورياً وملحاً تفرضه الحاجات اليومية الاجتماعية والاقتصادية قصد الانخراط في عالم اليوم ومواجهات كل تحديات العولمة. واش كتشوفوا معايا أن هاد المدارس الجماعاتية قادرة على الحد من ظاهرة الهدر المدرسي؟ وما تنسوش تشاركوا معنا آراءكم واقتراحاتكم في الكومنتات.